تحية لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الجزيرة مباشر مصر في هذه السهرة الممتدة معكم لتغطية مجمل الأحداث في الساحة المصرية. اليوم يوم مظاهرات بامتياز، هنالك مظاهرات تقريبا في مختلف أنحاء الجمهورية، هنالك اشتباكات وقعت خلال هذه المظاهرات، لدينا قتيل ومصاب بإصابة بالغة، شاب يدعى محمد زكي إبراهيم قتل في الألف مسكن جراء إصابة بطلق ناري في الرأس، كما أصيب شخص آخر في حالة حرجة في السويس، هو باسم محسن منسق حركة تمرد في السويس سابقا، مصاب أيضا بطلق ناري في الرأس خلال مشاركته في مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري، ويخضع حاليا لعملية جراحية بالعناية المركزة. عربات للشرطة حرقت اليوم، المتظاهرون لم يعودوا يهربون من الشرطة حينما يطلق الغاز، بل ابتكروا وسائل لمواجهة الغاز ولمواجهة الشرطة حينما تبدأ في إطلاق النار عليهم. هل نحن أمام الفصل الأخير من سلمية المظاهرات أم أننا ما زلنا في مرحلة سلمية المظاهرات؟ لدينا مجموعات من الصور التي تثبت ضلوع أناس محسوبين على الأجهزة الأمنية، لأنهم بجوار الأجهزة الأمنية يطلقون النار على المتظاهرين، سنعرضها تباعا. سنعرض أيضا لعلاقة ذلك بأحكام البراءة التي صدرت بالأمس مع بحق أحمد شفيق وجمال وعلاء مبارك، وما إن كان لذلك أثر على حالة الغضب الواضحة الموجودة في الشارع اليوم. ونعرض أيضا لنفسية رجل الشرطة الآن وهو يشاهد مقاطع مصورة لزملاء له أو لمتعاونين معه وهم يطلقون النار على مواطنين، وأيضا ذلك في ضوء تقرير النيويورك تايمز التي تحدثت عن أن الشرطة في مصر الآن بدأت تشعر بالخوف، وأن رجال الشرطة يأتي إليهم أولادهم من المدارس يشتكون من أن زملائهم يقولون لهم أنتم أبناء القتلة. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، ورحب في القسم الأول من سارتنا باللواء عادل سليمان الخبير الأمني والاستراتيجي، ورامي جان مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب. أهلا بكما. وده السؤال اللي أنا عايز أبدأ بيه سيادة اللواء، هل بالفعل ما حدث اليوم يؤشر على أن الحراك الثوري السلمي المناهض للانقلاب العسكري بدأ ينحرف عن مساره السلمي؟ لا، هو الحقيقة يمكن احنا تناولنا هذا الموضوع من قبل. فكرة السلمية والعنف مفهومها ان عندما تتحول عمليات الغضب والرفض الى عمليات مسلحة منظمة، هنا تكون السلمية قد انتهت ودخلنا في نوع من انواع الصراع المسلح ما بين المتظاهرين الذين يستعدون من قبل تفكيرهم في النزول بالسلاح وبالمعدات وبالأجهزة المتاحة لهم وبتنظيمات معينة ويعدون أنفسهم لهذا. ده ما بيحصلش، المتظاهرين بينزلوا مسالمين تماما. عشان كده بنشوف العنف المضاد ايه، انه بيولع في عربية بوسائل بدائية، مع اي حاجة زازة فيها بنزين مش عارف ايه ملوتوف، رد فعل امتى؟ بعد ما بيتضرب عليه بالخرطوش وبالرصاص الحي وبالعنف المبالغ فيه، بيبتدي يحاول يرد. مين اللي بيحاول يرد؟ المواطن الذي أكثر انفعالا وأكثر تلقي للإصابة أو للضرب أو لزميله أو أخوه اللي جنبه اللي أصيب، فبينفعل أكثر، فبيكون رد فعله كده. ده رد فعل العنيف اللي هو العنف المضاد التلقائي. يمكن أشرنا لده، قلنا دي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى عشوائية في مصر، اللي هي العنف في المظاهرات، العنف من المتظاهرين هيبقى بشكل عشوائي لانه بشكل ردود افعال. انما اقول امتى ان المظاهرات ما بقتش سلميه؟ ده لو الناس اللي نازلين يتظاهروا من البدايه منظمين وعاملين فرق وقايلين ده يبقى في الاول وده في ده معاه بنديه وده معاه خرطوش وده معاه مش عارف ايه، يبقى ده تنظيم شبه عسكري او تنظيم مش متناسق ونازل عشان طيب رامي جان، حرق اجهزه عربات الشرطه وما شابه ذلك، ألا يعتبر ذلك خروجا عن السلمية؟ لا، أنا شايف أن كل ما يحدث أو كل ما حدث اليوم هو رد فعل عن استفزاز النظام العسكري الانقلابي للشعب المصري. عندما سمع أمس الشارع المصري يا جمال يا ابن مبارك الرئاسة في انتظارك، عليهم أن يغضبوا، يعني عليهم أن يغضبوا. عندما نرى شفيق يرفع اسمه من جميع المطارات ويبرأ من جميع المحاكم، عليهم أن يغضبوا.
وما حدث اليوم هو رد فعل طبيعي جدا لشباب ضحى بنفسه يوم 25، ضحى بنفسه طول السنوات اللي فاتت دي، ومحدش يعني حتى كرمه بانه يحقق مع الناس اللي قتلوهم. بل نرى القتلة الان يتم تبرئتهم في المحاكم، ويتم رفعهم من اسماء قوائم الممنوعين من السفر او الانتظار. والان نسمع: يا جمال يا ابن مبارك، الرئاسة في انتظارك، نحن من يعني خرجنا ضد دكتاتور. نسمع الان بعض من هؤلاء، اقول ايه بس، يعني مش بشر حتى، لن يعني لن اتحدث عن بشر، انهم يتحدثون ان احنا نريدك في الرئاسة مرة اخرى. اذا هذا النظام الانقلابي يدفع الشارع نحو الثورة، فالثورة قادمة. انا ارى الثورة قادمة، يعني اقرب ما نتخيل. احنا لدينا اليوم مشاهد مهمة ينبغي التوقف أمامها. لدينا مظاهرة في الفيوم، نتابع هذه المظاهرة ثم نواصل النقاش. هذه المشاهد من الفيوم، كما شاهدنا رجال شرطة بجوارهم رجال يرتدون زيا مدنيا مسلحين ويطلقون النار في اتجاه ما، أغلب الظن أنه في اتجاه المتظاهرين. نوعية السلاح، أنا لست خبيرا بالسلاح، لكن أعود إلى الخبير اللواء الدكتور عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي. مما رأينا من هذه الصور نقدر نقول إيه على السلاح المستخدم؟ لا، هو في سلاح آلي طبعا واضح مع بعض الافراد من الواضح، بس هو بيضرب بيه فردي، يعني مش بيضرب بيه دفعه آلي، بيضرب فردي بس. برضه للامانه هو بيضرب في الهواء، ما بيضربش تحت، لانه لو بهذا السلاح بهذه الذخيره وبيضرب مباشره افقي كان هيبقى الضحايا بالعشرات، كان هيبقى بالعشرات. انما اكيد في حد في وسط هذا الزخم بيروح منزل البندقيه، فبتيجي دي طلقه في واحد يموت. عشان كده عندنا قتيل في المسكن، عشان كده عندنا قتيل ومصاب. فالقتيل ده طبعا ما هوش من يعني الشرطه ولا اجهزه الامن، ما هوش غير بندقيه واحده وطلقه واحده جت في ده. لا، هو بيضرب كتير، بس هو حد نزل بالبندقيه للمستوى ده، فعلى طول جت في واحد، لان جت في وسط الناس، فهتيجي في واحد تموته لازم. طلقتين يبقى في اتنين هينصابوا لازم. احنا عندنا مصابين كتير، يعني مش يعني عندنا صحيح النهارده في قتيل واحد، في مصابين، في عدد كبير، عشرات المصابين، عشرات المصابين. نتيجه ايه؟ نتيجه ان هو بيضرب في الهواء وبعدين بايده بتنزل، يعني هو مش يفضل. وبعدين ده هو قاعد في المظاهره دي ساعات طويله، يعني هو فكره سيكولوجيه الشارع، يعني هي دي المشكله الحقيقيه.
انه خلاص بقى في ناس متظاهرين وفي عناصر امن بنقول لها مش عاوزين نشوف المتظاهرين دول يخفوا من قدامنا، مش عاوزينهم. فمش عاوزينهم دي بتعمل ضغط عصبي على الناس دي، فبتفضل تضرب في الهواء، وبعدين انت بتضطر ينزل السلاح تحت، وبعدين الجانب التاني بيضرب عليه طوب او بيسبه او بيستفزه بالكلام، فيبتدي اعصابه تفلت، لانه في الاخر هو شخص بني ادم معرض لكل الضغوط النفسيه والسيكولوجيه اللي بتعرض لها في الشارع. فبتحول الامر مش الى سلطه ومواطنين، مش الى وزير او قائد او وزير داخليه او قائد قوات مسلحه ومواطنين، الموضوع مش كده. الموضوع بيتحول الى بني ادم في الشارع عنده مهمه انه ما يخليش البني ادم التاني ده موجود، بيحاول يروعه او يخوفه. طيب. ما بيخافش، فبتوصل الامور لكده. ما يطلق عليه المواطنين الشرفاء اللي هو دايما موجودين مع رجال الشرطه في نفس الوقت، في نفس بيتصرفوا تقريبا بنفس الدرجه بنفس هم غالبا مش مواطنين شرفاء، هم غالبا مين دول بقى؟ دول غالبا لان هم بيبقى لابسين لبس مدني، ما هو ومعاهم سلاح، ما الشرطه هي بيضربوا نار والشرطه شايفاه مسكت، ما الشرطه هيئه مدنيه. واللبس المدني ده عادي، نص الشرطه بتلبس مدني، ووزير الداخليه بيلبس مدني، وظباط المباحث لابسين مدني، وظباط اللي مش عارف ايه لابسين مدني، ده اللي بيلبسوا يونيفورم ميري ده قليلين جدا في الشرطه، هم كلهم لابسين مدني. المدنيين دول المفروض يكونوا في الشارع؟ المفروض هم دول اللي يكونوا بينزلوا بواجه المظاهرات، ولا المفروض المظاهرات ليها فرقه مخصوصه اللي هي فرقه مكافحه الشر؟ ما هنرجع تاني للمفروض. احنا ما احناش في دوله المفروض، في دوله اللا مفروض. احنا في دوله اللا مفروض. احنا كل حاجه بنقول المفروض، احنا وكاننا احنا قلنا الموضوع ده قبل كده. طيب. وكاننا امن، وكاننا شرطه، وكاننا دوله، وكاننا بوليس، وكاننا بنفض مظاهرات. مفيش حاجه حقيقيه. لما المتظاهر بقى رامي جان بيشوف هذا المشهد، نفسيته بتتعامل ازاي معاه، بتتفاعل معاه ازاي؟ لا، هم بيتخيلوا يعني، او في البعض يتخيل ان القمع ممكن يعني يخلي الشباب يقعدوا في بيوتهم وما ينزلوش. هم لا يعلمون انهم يتعاملون مع مرحله سنيه لا تخاف، وبالعكس هم يهون المغامرات. يعني بالعكس، من يدخل السجن ويعود للشارع يعامل كبطل، البنات اللي اتحبسوا ورجعوا كليات اتعاملوا كأبطال، فأصبح الآن غاية لك أن تعتقل أو أن تموت في مظاهرة. ما بقاش الموضوع أن احنا بنخاف من الرصاص. أقول لك حاجة يا زين، الحاجة الحقيقية الوحيدة اللي نقدر نتكلم فيها بأن ثورة الربيع العربي لم تكن تلك الثورات يوم 25، أو ثورة الربيع العربي هو جيلنا، جيل الشباب الذي غير المفاهيم، غير وكسر حاجز الخوف، لم يعد يخاف. احنا كنا جايين من أجيال بتخاف وبتقول حاسب الحيطان ليها ودان والحيطان مش عارف ايه، أصبحنا جيل يهتف في الشوارع ضد النظام وبشكل مباشر، حتى مع آلات القمع الموجودة ومع الأسلحة الموجودة. فهذه هي الربيع العربي، هذا هو الربيع العربي الحقيقي. وانتوا 65% من الشعب العربي. بالظبط كده، بالظبط كده. سيادة اللواء كان بيقول انه يعني لاحظ في المشهد اللي فات انه كان فيه ضرب لفوق، لكن عندنا مشاهد اخرى ما فيهاش ضرب لفوق خالص، يعني فيها ضرب مباشر افقي في اتجاه المتظاهرين. ما بينشن، خد بالك، خد بالك، خد بالك. الله اكبر.
ارجع. ارجع يا عبد الله. خدوا بالكم يا جماعه في ضابط اهو. في ضابط. حاسب يا جماعه حاسب. حاسب. طبعا دي مشاهد من السويس وكان اطلاق النار من جانب قوات من الجيش. شفنا كمان الكباس والكباس ده زي ما احنا عارفين خرطوش بس مش بس مركز يعني البلي بتاع الخرطوش بيوصل ككتله واحده فيمكن ان يترك اثرا كبيرا على المتلقي. عندنا في السويس عندنا في طبعا عشرات المصابين منهم واحد بحاله خطيره هو باسم محسن منسق حركه تمرد في السويس سابقا وده اصيب بطلق ناري خلال مشاركته في هذه المسيرات المناهضه للانقلاب العسكري ويخضع حاليا لعمليه جراحيه بالعنايه المركزه. سياده اللواء مما راينا من هذا المشهد من السويس الى ما يشير الى ما يدل هذا المشهد على ما يدل؟ يعني الحقيقه ده مشهد حزين جدا بالنسبه لنا يعني لان انا طبعا برجع بذاكرتي ل 24 25 اكتوبر 73 والسويس وهي تناضل وتقاوم مع الجيش اهالي السويس مع الجيش لصد العدو الاسرائيلي ومنعه من دخول السويس. فالمشهد ده بالنسبه لي مشهد حزين جدا انه في نفس الشوارع دي في نفس المدينه دي مدرعات عساكر جيش يرتدون زي القوات المسلحه المصريه يوجهون اسلحتهم ايا كانت الى مواطنين مصريين حتى لو كانوا خارجين عن القانون. ما ينفعش. مش دور الجيش. لا خالص. ما ينفعش. كده انا يعني بخلص على الجيش وده يمكن اللي انا بكرره دايما من زمان ومن قبل 30/6 بقول نزول الجيش للمعترك السياسي خطر على الجيش وخطر على الوطن اهو ده خطر على الجيش وخطر على الوطن على الاثنين. لكن هو بيقول من يرسل الجيش الى هذه المناطق ان هو بيحافظ على الوطن لان هو شايف انه ده في اختراق امني للوطن انه المظاهرات دي تهدد كيان الدوله المصريه وبالتالي ينبغي مواجهته. لا ينبغي مواجهته باساليب امن ويثبت ان ده خطر ويبقى في اساليب امن وتحقيقات وده خطر وفي وحدات وعناصر بتدرب عشان تتعامل مع ده. وبعدين التناقض الشديد جدا لما يبقى الآلة الإعلامية كلها بتقول ايه؟ بتقول عشرات خلاص مفيش حد في الشارع الأغلبية كلها بتأيد الناس اللي في الشارع دي أقلية. طب ما طالما الناس اللي في الشارع دي أقلية وعشرات وانت عندك الآلة الأمنية قوية جدا طب ما تقبض عليهم. بتنزل جيش ليه؟ تضرب نار ليه في الشارع؟ بتنزل دبابات في الشارع ليه؟ يعني التناقض هنا انت بتقول ايه ويقبض عليهم ليه يعني هو عشرات هيعملوا ايه حق معهم الوطن. اذا كان عايز يحقق معاهم روح حقق معاهم مفيش مشكله انما انت بتقول كده طب ازاي انت بتقول عشرات ومفيش حد معارض والشعب كله مؤيد. احنا عايزين نعرف اللي حصل في السويس النهارده معنا محمد من السويس صحفي في السويس. محمد احكي لنا ايه اللي حصل في السويس النهارده. اهلا بكم واهلا بالجزيره. اليوم كان يوما حاشدا حيث دعا التحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب لمسيره حاشده في جمعه دستورنا 2012. خرجت المسيره من ساحه سيد الشهداء حمزه وطافت مناطق الصباح والايمان وحي الكويت وشارع النيل وشارع احمد عرابي وحتى قرب ميدان الاربعين مرددين طبعا هتافات تنادي باسقاط حكم العسكر قبل ان تطاردهم قوات كبيرة من الجيش والشرطة مدججة بالسلاح ومدعمة بالبلطجية أو ما يطلق عنهم الأهالي الشرفاء. لم تنفض المسيرة ولكن طاف المتظاهرون بالشوارع الجانبية حتى وصلوا إلى شارع الجيش بالقرب أيضا من ميدان الأربعين. هناك أطلقت عليهم قوات الجيش والشرطة رصاص الحي بكثافة وقنابل مسيرة للدموع والخرطوش مما أدى لإصابة 3 مصابين بالرصاص الحي أحدهم في حالة خطيرة وهو الشاب باسم محسن اللي هو كان منسق حركة تمرد في السويس قبل كده. ما
موضوع ان هو منسق حركه التمرد انا ما اتاكد منه، ولكن اتاكد منه انه كان عضوا سابقا بحركه 6 ابريل وهو من احد مصابين احداث محمد محمود. هل المظاهرات اليوم في السويس غير اي يوم سابق؟ يعني لانه يعني المشاهد اللي احنا شايفينها يعني حاله استعداد قصوى من جانب الجيش والشرطه، بما يؤشر على انه الحدث كان كبير، ما كانش مجرد مجموعات صغيره من المتظاهرين. اطلاقا اليوم كان يشهد الاف او اكبر عدد يعتبر في التظاهرات المناهضه للانقلاب، والشاهد اليوم اصرار الشباب المشارك في المظاهرات على عدم السماح لقوات الشرطه والجيش بفض التظاهره، ولكن هم اصروا على ان ينهوها هم. فعندما حاولت قوات الجيش والشرطه فض المظاهره بالقوه تصدى لهم طبعا الشباب كما رايتم في المشاهد، اشعال الاطارات السيارات حتى للتغطيه على. وده تطور جديد حضرتك ما شفتوش قبل كده، انه المتظاهرين قرروا الا يدعوا الجيش يقرر مصير المظاهره بتاعتهم، قالوا احنا اللي نقرر مصيرنا مش الجيش ولا الشرطه. بالطبع انا كما اتابع هنا في السويس، يعني ممكن نقول ان شباب السويس غير اي محافظه، يعني زي ما بقول كده بالعاميه شباب دم محامي، ولكن المميز اليوم هو بالفعل عدم فرار الشباب ولا المتظاهرين امام قوات الجيش والشرطه، ولكن لجأوا الى الشوارع الجانبيه بالحفاظ على تجمعاتهم الضخمه. الجزء منهم يواجه القوات الجيش والشرطه ويواجه قنابل المسيلة للدموع بافكار جديده وخلافه، والاضخم الجزء الاضخم استمر في مسيرته التي وصلت الى ما خلف حي الاربعين في اخر شارع الجيش وشارع الشهداء بحي السويس. كان في حرق عربيات في عربيات للشرطه او للجيش في السويس النهارده ولا ما فيش؟ عفوا لم اسمع. هل كان هنالك حرق لاي مدرعات او اي سيارات تابعه للجيش والشرطه؟ لا، اليوم لم يتم حرق اي سيارات، اظن لان الجيش والشرطه بداوا ياخدوا بالنا من الاول. كان ممكن تلاقي المدرعه عملت سرينه ودخلت بسرعه قويه بين المتظاهرين على ان هم هيفروا، فده اللي كان بيحصل ان هم كانوا بيتلقفوا السيارات اللي بتعمل كده ويحذفوا عليها الحجاره وبالتالي ممكن يولعوا فيها. فدلوقتي بقى الجيش والشرطه زي ما تقول هم المحاصرين في ميدان الاربعين مش المتظاهرين. تمام، شكرا جزيلا لك محمد من السويس. معنا اعتقد ايضا زميل صحفي اخر من الالف مسكن. معنا حد من الالف مسكن؟ معنا عمر من الالف مسكن. عمر اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ زين. يا اهلا بيك. حصل عندنا النهارده في شهيد في الالف مسكن الشاب محمد زكي ابراهيم، ايه اللي حصل في الالف مسكن؟ تمام، هو ملخص اليوم النهارده ان خرجت بعض المسيرات من بعض المساجد الموجوده بحي عين شمس، خرجت كلها متجهه الى ميدان الالف مسكن، وكان ايضا سوف يتجمع بعض المسيرات القادمه من منطقه السلام ومنطقه عزبه النخل والمرج كالمعتاد في ميدان الالف مسكن. ولم تخرج المسيرات للشارع الرئيسي اللي هو شارع السويس، بل اخذت شارع جسر السويس اخذت الطرق الخلفيه من لميدان الالف مسكن. تمام. وعندما وصلت الى ميدان الالف مسكن ودون سابق انذار فوجئنا بقوات الامن تطلق علينا القنابل المسيله للدموع والخرطوش بشكل كثيف وعنيف، مما ادى الى اصابه اكثر من العشرات المتظاهرين بطلقات الخرطوش في اعينهم وفي وجههم وبعض المتظاهرين اصيب بطلقات الخرطوش في راسي وفي ظهري، والى ان سقط شهيد برصاص حي من قوات الداخليه كان يرتدي كاب الرصاص جاءته في راسه مباشره فارادته قتيلا، وشرع المتظاهرون لعمل مستشفى ميداني في ميدان الالف مسكن في الشوارع الجانبيه،
واخذوا يشافون بعض المتظاهرين الذين يصابون بالخرطوش. يعني في يعني ده اول مره تقريبا يحصل يبقى في مستشفى ميداني من ساعه فض الاعتصامات، مش كده ولا ايه؟ بالظبط بالظبط، اخر مره افتكر ان هي كانت يوم فض اعتصام رابعه، كان دي كانت اخر مره اتعمل فيها مستشفى ميداني في ميدان الالف مسكن. هل كان في نيه للاعتصام بالالف مسكن؟ لا 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 يوجد نيه. لكن هو كان يوم بيوصلوا فيه رساله اللي هم رافضين. بس كان في دعوات للاعتصام بالالف مسكن. نعم؟ كان في دعوات للاعتصام بالالف مسكن. كان في بعض الشباب يريدون الاعتصام في ميدان الالف مسكن، ولكن نظرا للهجوم الكثيف الذي تعامل به المتظاهرون من قبل القوات الداخليه، وخصوصا بعض اللي هم بيسموهم المواطنين الشرفاء الذين يرتدون الزي المدني، وكانوا يطلقون الخرطوش على المتظاهرين بشكل كثيف، وقد رايتهم باعيني، لا اعلم هل هم فعلا مواطنون شرفاء ام هم من الداخليه، ولكن اطلقوا الخرطوش بكثافه والقنابل المسيله الدموع. وهناك ايضا شخص اصيب بطلق ناري في راسه، ولكن الاصابه اعتقد طيب. ان على حسب هل في تطور او تغيير في تكنيك المتظاهرين في التعامل مع رجال الشرطه او مع الداخليه او مع القوى الامنيه بشكل عام، ام انه زي كل مره بيتضرب عليهم غاز فبيمشوا؟ لا لا لا، فعلا المتظاهرين كانوا ثابتين لدرجه كبيره جدا امام التعامل العنيف من قبل القوات الداخليه. يمكن اعتقد الجمعه اللي فاتت او اللي قبلها، الجمعه اللي قبل الماضيه، كانت قوات الامن تتعامل بنفس الطريقه باطلاق القنابل المسيله للدموع والخرطوش، ولكن المتظاهرين كانوا ساعتها انسحبوا منعا لوقوع مصابين. لكن المره دي المتظاهرين اصروا على الثبات، واصروا ان هم يوصلوا الرساله للقوات الداخليه ان هم لا يهابون الموت، لا يهابون طلقات النار، ولكن كانوا يقفون امامهم ثابتين مرددين يسقط حكم العسكر. ولاول مره يقولون اليوم الشعب يريد اسقاط النظام، نفس الشعار الذي اطلق يوم 28 اللي هي ما تسمى بجمعه الغضب. تمام. يعني هل البراءات اللي حصلت امبارح لشفيق وجمال وعلاء مبارك في قضيه ارض الطيارين كان ليها اثر على حراك اليوم، ولا ده غير أكيد ده غير مرتبط بده؟ أكيد كان ليها رد فعل قوي بالنسبه للمتظاهرين، لان هم كان بعض المتظاهرين يقولون بان عوده دوله مبارك مره اخرى ويمكن بشكل افظع من ما سبق. تمام. فبعد البراءات ادت انطباع للمتظاهرين ان دوله مبارك ابتدت ترجع تاني على في عهد السيسي. شكرا جزيلا لك. عمر من الالف مسكن. الالف مسكن اليوم كان في مستشفى ميداني، ده تطور جديد ما حصلش قبل كده. كما قال عمر وكما قال محمد من السويس، النهارده المتظاهرين ثبتوا امام رجال الامن، امام قوات الشرطه، ولم يلوذوا بالفرار، وانما ثبتوا امامهم لفترات طويله من الزمن، وقرروا هم من تلقاء انفسهم ان ينسحبوا بعد ذلك، بعد ان ثبتوا امام الداخليه. رامي جان، هل يمكن فصل ذلك عن الاستفتاء على الدستور؟ لانه طبيعي لاي حد بيفكر بشكل منطقي وبشكل سياسي، انت رافض الدستور، فطبيعي انك انت تخلق مشهد لا يدل ولا يؤشر على انه يمكن اجراء استفتاء. هو لا، هو النهارده ما يقدرش نقول على ان الموضوع له علاقه بالدستور اكتر ما هو له علاقه بامبارح، براءات امبارح وكلام الفيديو بتاع يا جمال رئاسة في انتظارك، ده كان ليه اكثر يعني صدى في الشارع النهارده. من الواضح ان النظام قرر المواجهه مبكرا، من الواضح انه قرر ارسال رسائل قمعيه للمتظاهرين باننا لن نرحم احد. الناس كلها بتتكلم، كل المراسلين بيتحدثوا عن رصاص حي وعن مصابين وعن قتلى، اذا فالنظام قرر المواجهه مبكرا. قال لك بدل ما نستنى لغايه يوم 14 و15 يوم استفتاء الدستور، وزير الداخليه قال سنواجه بالرصاص بالرصاص، ووزير الداخليه متعجرف وراجل يعني مريض نفسي،
يعني انا اراها مريض نفسي في كل لحظه، يعني انظر الى عيني اراها مريض نفسي، يعني رجل يتحدث دائما بانه اننا نقدر نخلص في 5 دقائق. تخلص ايه اللي في 5 دقائق؟ ايه اللي تخلصه في 5 دقائق؟ يعني كذاب، يعني ما علينا. راجل يعني بدون بدل ما ندخل فراجل يعني يتحدث عن اوهام. ما فيش حد يعرف يخلص الشعب، مظاهرات الشعب المصري في 5 دقائق. كنت فين انت في دوله مبارك والعدلي اللي هو استاذك يعني لم يستطع ان يفعل ذلك؟ فلا تتحدث ولا تدفع، هو يدفع الناس بتلك الطريقه المتعجرفه وذلك وتلك الامراض النفسيه التي لديهم، يدفعون الناس للنزول في الشارع ويدفعون الناس لكره الشرطه اكثر واكثر. الناس كانت خلاص بدات صفحه جديده مع الداخليه، وبدانا نقول ان هم كانوا عبد المامور ومظلومين، لكن بتلك الطريقه وتلك اللهجه المتعاليه، لهجه السيد على العبيد. لا طبعا نتذكر الفيديوهات، احنا سيادهم وهم عارفين كده كويس، ولما احنا مشينا هم بيقولوا لنا تعالوا الحقونا. ده مدير امن البحيره، مدير امن البحيره لو تفتكروا، اللي هو الثاني يقول لك اضرب في القلب. يعني يتحدثون عن قتل الشعب المصري، هم لا يتحدثون اننا بشر، نحن عبيد لهم وهم الاسياد، هم الدوله ونحن عبيدها. فالواضح ان النهارده خلاص الشعب قرر المواجهة، في نفس الوقت الدولة قررت المواجهة بالقمع. أنا أظن النهاردة هيكون له صدى كبير قوي الأيام الجاية لغاية يوم 25 يناير الجاي. سيادة اللواء، ده أثره إيه بقى على الأجهزة الأمنية؟ هل يعني لا يعول أحد ولا يريد أحد أن تنهار الأجهزة الأمنية، لكن بالنظرة الموضوعية إذا استمر الحراك بهذه القوة وبقى في مواجهات كل يوم، الناس مش هتضرب وتروح، الدفع عن نفسها، اثره ايه بقى على الاجهزه الامنيه؟ هل تستطيع ان تصمد لفتره طويله من الزمن؟ دلوقتي احنا 6 شهور تقريبا كل يوم الداخليه في الشارع. ما احنا لازم نضع في اعتبارنا ان الاجهزه الامنيه دي هم مواطنين مصريين. يعني نسيب القيادات اللي بتدير الموضوع ودول لهم توجهات معينه ولهم اهداف معينه ولهم مشروع معين عاوزين يعملوه في بناء نظام معين، انما بنبص على العناصر اللي في الشارع دي. طبعا دي مواطن بني ادم، هو في النهايه بني ادم. مع استمراريه الامور دي وتصاعدها من غير شك هو بيحصل له حاجه من حاله من حالات الانهيار الداخلي، يعني هو من جوه بيبتدي بقى يتراخى. زي ما تقرير النيويورك تايمز بيقول انه انا ما قريتش الحقيقه التقرير ان هو بقى في حاله يعني ايه تحليل خوف وانهيار نفسي يعني من جوه. هو هو بيعمل كده ليه؟ يعني هو في الاخر هيكتشف، هيسال نفس السؤال ده، هو بيعمل كده ليه؟ ما هو اصلا انا بخدم مين؟ هو اصلا مش هيبقى وزير ومش هيبقى ركن من اركان النظام. هو ماشي الوزير ماشي ايامه ماشي، لا ومش هياخد امتياز. يعني الفرد ده المواطن ده مش هياخد حاجه، يعني هو راح يتخصص له ارض ولا عزبه ولا فيلا في التجمع الخامس ولا حاجه خالص، ده هيخلص تجنيده ويروح. بس هيروح بقى وهو شايل جواه وزر انه موت واحد او جرح واحد او ضرب على واحد، او صورته عند اهله اهتزت، او عند اولاده وعند اخواته اهتزت. انا عاوز اقول بس نقطه مهمه اذا سمحت لي، انا عاوز اقول ان احنا مش عاوزين نبسط الامور، لا احنا في موقف خطير حقيقي. مصر تمر بمرحلة خطيرة جدا لسبب، لأنه اللي في الشارع دول مش تابعين لتنظيم، ما هماش ائتلاف شباب ثورة، ما هماش 6 أبريل، ما هماش إخوان، ما هماش سلفيين، ما هماش حزب وطني، لا دي ناس عاديين من تنوعات كتيرة جدا. المشكلة الأساسية أنه الشعب في الحالة اللي هو فيها دي فقد الثقة في مجموعة أشياء. نمرة واحد، فقد الثقة في السلطة عموما، في النظام، السلطه خلاص هو بقى مقتنع ان اللي بيوصل للسلطه ده مش معايا، ليه اهداف تانية. النقطه الثانيه، فقد الثقه في شباب الثوره، انا اسف يا رامي، والائتلافات والجبهات والتجمعات واجتماع ماليزيا واجتماع هونج كونج واجتماع مش عارف فين وحكومه المنفى والجمعيه الوطنيه مش عارف ليه والانقاذ والضمير وكل الكلام ده كله. فقد الثقه في ده، فقد الثقه في العمليه السياسيه، انه ممكن التغيير بعمليه سياسيه، لانه مشي في العمليه السياسيه اللي تبناها التيار الاسلامي على قمته الاخوان المسلمين، تبنوا النظريه دي، نظريه ان احنا بالعمليه السياسيه ممكن نغير ونعمل نظام جديد. ده كمان انهار. يبقى البني ادم العادي المواطن الشاب اللي هو جيل مختلف مش متشبع بالجيل اللي قبله، يعني ما هوش واخد من ابوه زينا، لا ده جيل واخد ثقافته من سكك تانيه، ده فقد الثقه في كل دول، يبقى يعمل ايه؟ نزل الشارع. دي حاله مخاض صعبه سوف
يتولد عنها مصر جديدة، ولكن بعد تضحيات كثيرة وأثمان غالية. إذا الكبار ما أدركوش هذه الحقائق مبكرا فللأسف هو الواضح أنهم لم يدركوا ولا يدركون. الثمن هيبقى عندنا غالي. عندنا مقطع آخر لمواطنين شرفاء جنب برضو رجال الشرطة، نشوفه وبعدين نعلق عليه. طبعا هذا المواطن اللي هو احنا مش عارفينه شرطة ولا مش شرطة، لانه لابس زي مدني لكن في ايده طبانجة وبيوجهها بشكل افقي في اتجاه اشخاص او في اتجاه هدف ما مش عارفينه، برضو مش باين من الصورة طريقة استخدامها كمان، لكن طريقة استخدامه ست اللي هو هل ده مواطن عادي ولا ده مدرب؟ ده مدرب لانه عارف ازاي يمسك الطبانجة يعني وازاي بيحطها يعني في مكانها وازاي بيطلعها وازاي بينشن وازاي، ده واحد مدرب. ده شخص مدرب على استخدام هذا السلاح. طيب لما وزير الداخليه بيقول ان الشرطه ما بتضربش نار على المواطنين خالص، يبقى كذاب يعني مثلا، ولا يبقى ولا بيتكلم على مين؟ يمكن ما بينفذوش امره. احتمال هو مش فقد السيطره على الشرطه. فهو بيقول انا مدي امر ما يضربوش نار، بس هم بيضربوا نار يعني. عموما سنواصل النقاش مشاهدينا الكرام حول تطورات الاحداث اليوم، لكن بعد فاصل قصير نواصل بعده هذا النقاش. أشكركم شكرا جزيلا، أشكر اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي، شكرا جزيلا لفندم، وأشكر أيضا رامي جان رئيس مؤسس حركة مسيحيون ضد الانقلاب، وأشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.